يدخلوا علينا بالخير والبركه، والله يدخلوا علينا بشي مشروع في هذه البلاد، والله يدخلوا علينا يخدم الشباب راه كيفكر في الانتحار، ويخدموا دوك الارملات المساكن، ويخدموا الناس اللي ما عندهم شيء، والناس مساكن هنا ضعافه بزاف. كاينه الدار اللي ما خدام فيها حتى راجل ولا ولد، عايشين غير بالبركه ديال الله. راه الضعافه بزاف في هذه البلاد، راه كنطلبوا لهاد السي عزيز اخ منوش الله يحفظه والله يدخلوا علينا بخير وعلى خير، يشوف هذه البلاد ويلتفت لينا لهذه البلاد.